انا كنت بدور على المايك يا جدعان والله العظيم يعني. صباح الفل. المهم انا مش هتكلم يا جدعان في الفيديو ده، انتوا شايفين لا للمخدرات يا جدعان، والله بتكلم والمايك اصلا جنبي. الفيديو ده هيوضح نفسه بنفسه، لان انت لازم تعمل لايك كده من قبل ما نبدا، واشترك في القناه وفعل زر الجرس على جميع الاشعارات اهم حاجه، لان اللي انت هتشوفه دلوقتي هتتصدم منه. ايه اللي انت شايفه الغريب اللي انت شايفه؟ قدامك 3 ثواني توقف الفيديو ده وتنزل تحت في الكومنتات تقول لي ايه هو الغريب. خلصنا؟ طب يا 1 2 3 الغريبه يا جدعان بطفيفه يا جدعان، اوعى تكون غشيت من سكه ودغري، اوعى تكون غشيت. بصوا يا جدعان، وصلت اخيرا لبطل فيفا، واخيرا هنجيب فرناندو توريس، واخيرا برضه هنغير التشكيله بتاعتنا. بس في نفس الوقت طبعا انا حابب اقدم الشكر بتاعي لبرناندو سيلفا، اللي انتوا نصحتوني كتير وقلت لي انه وحش وابو عادل وحش وما بتلعبش بيه وبتاع. يا جدعان فوق كل التوقعات، عارفين ليه؟ برناندو سيلفا ده فوق كل التوقعات. انا اقول لكم يا جدعان ان بسببه حرفيا يعني لولاه ما كانش حصل اللي حصل ده، اللي هو ايه بقى؟ تعالوا اوريكم ايه اللي حصل بقى. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه ده. بس كده النتائج. طب ماشي، ما والله العظيم فيفا نجدته مني انه يكون سبب في خساره 6 ماتشات ورا بعض يا جدعان، والله فيفا نجدته مني. ماشي ماشي يا برناندو سيلفا، ماشي ماشي. المهم يعني انه كان سبب يا جدعان، كان زماني جايب البطل فيفا اصلا من بدري، لكن هو كان سبب في ان انا اخسر. طبعا يا جدعان بقى الاستراتيجيه اللي انا لعبت بيها وكده والكلام ده كله هقولها لكم دلوقتي واحده واحده، واحنا بنستلم جوائز السعي وراء الكنز. يعني اجري يا ابن ادم كلب الوحوش، يا هتلحق الشيبسي يا ما تاكلوش. فاحنا دلوقتي يا جدعان يعتبر خلصنا هنا، وطبعا هي دي يا جدعان. لساني عايز يترجرف، فاهم؟ عايز اطلع لساني اخبطه خبطتين عشان ينتحر. هي دي يا جدعان، انا كنت عايز اجربها اشوف ايه اللي هيحصل لو انا فزت 3 و4. اللحظه المرتقبه، لحظه المرتقبه، اللحظه المرتقبه يا جدعان. ايه بابجي؟ في ايه بابجي؟ ايه فيفا؟ الو فرناندو توريس على قلب اخوك، على قلب اخوك مبوي فرناندو توريس، مبوي يا جدعان مبوي. اتفرج اسبانيا اس تي سترايكر اتلتيكو فرناندو توريس. اوه لا لا، هالشيء ابدا ما صحيح. يا لهوي يا لهوي. بصوا يا جدعان بقى لسه يعني انا خلصتها خلاص. استراتيجيه اللعب ايه؟ ان انت وانت بتلعب، انا هشرح لكم يا جدعان واحده واحده بالظبط. لما احنا بنعمل التشكيله مع بعض، استراتيجيه اللعب ان انت هتلعب من بره المنطقه ار2، لازم يكون عندك واحد بيشوط برضو ار2 زي دي ماريا. يعني ما بقولكش روح اشتري دي ماريا، طبعا انت عندك لاعب محرز صلاح كده فاهمين، لاعب يكون زي دي ماريا مثلا في الار2 من الوينج اليمين، ولاعب زي نيمار الوينج الشمال في الار2 برضو، والهجوم بتاعك تكون واثق من الار2 بتاعه. خلصانه؟ انا ايتو واثق في ايتو بصراحه، وخصوصا رويز برضو. تمام، رويز برضو عليه شوطه ار2 حوار. انا يعتبر اصلا خط النص بتاعي كله ار2 ما عدا العاق ده، ده عاق ده ما تشتريهوش، لو قبلك ما تشتريهوش. فانت تعالوا كده نعمل بس التشكيله دلوقتي، نعمل التشكيله عشان انا اتخنقت منه والله العظيم. فين 4-2-4؟ هي دي كانت صح اللي انتوا قلتوا لي عليها، والله كانت خطه جامده جدا قوي والله العظيم. طبعا للاسف 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 امبارح كنا بنقول مش هنبيع ماركو رويز يا جدعان، زعلان زعلان والله العظيم ان ماركو رويز يا جدعان معايا من زمان قوي، معايا يعني حضر معايا تشكيلتي بقت عامله 250 مليون. ده لسه ولسه ده لسه والله العظيم. ننقل بس التدريب كده الاول. معلش يا قلب اخوك، معلش يا مارك، انا عارف ان انا جاي عليك والله الفتره دي. نعمل ايه يا جدعان؟ نعمل ايه؟ انتوا السبب يا جدعان. روح يا عم فرناندو، عم روح يا عم، روح يا عم، روح. خدت مني اعظم لاعب بيشوط ار2 يعني في اللعبه، يعني بصراحه في اللعبه. فدلوقتي يا جدعان الريب بتاعي بقى 100، بقى 111. تمام، 111 ومعايا 11.5 مليون. فاحنا طبعا هنزود الريت، هنروح طبعا لايه؟ للعاق اللي خلانا ابيع مارك رويس. هنشوف الريب بتاعنا يا جدعان هيوصل لايه. انا دلوقتي اقدر ابيع مارك رويس يا جدعان 14 مليون وهيبقى معايا 24 مليون. وقتها اقدر ابيع برناندو سيلفا ب 20 مليون هيبقى معايا 40 مليون يا جدعان.
فاقترحوا لي كده سي ام يكون في حدود ال 40 مليون. خلصانه انا عايز سي ام يا جدعان في حدود. تعالى اما نشوف الدفاع مين. قال لي والله العظيم خساره فيك يا عجوز، والله عجوز، والله حته عجوز. ايه حوار ايه ده؟ انا 111 لسه. تعالى يا عم العجوز، تعالى دايما قرفني. خد يا عم، خد فلوس يا عم، يلا 112. عارف لو ما بقتش 112 هاخدهم منك. طب ايه ده؟ ايه الخم في ايه؟ الو ايه الخم ده يا اسطى؟ ايه الاشتغالات دي؟ انتوا بتشتغلونا يا جدعان؟ شغلوني ماشي ماشي تمام. ده يا جدعان دلوقتي بقت تشكيلتي. انا حاليا محتار. محتار ايه؟ انا دلوقتي عايز اغير برناندو سيلفا، وعايز اغير ديماريا، وعايز اغير برضو ايه نيمار. يعني اقترحوا لي كده الفيديو الجاي، لان احنا انا برضو الحوار نقل الرانكات وكده هياخد مننا وقت يا جدعان بصراحه. فانا بالمره اكون ايه، اكون شحنت نقط فيفا وكده، ونعملها التشكيله مره واحده مع بعض يا جدعان. فانا عايزكم دلوقتي تنزلوا تحت في الكومنتات تقترحوا لي نص ملعب ورايت وينج وليفت وينج. طبعا ناس كتير قالت لي دي ماريا ونيمار ايه وقتهم راح، بس تعالوا كده يا جدعان نبص في السوق. نبص في السوق مع بعض. شاس على السوق، شاس السوق، ايوه على السوق. ده انا لما نبيع الاول مارك رويس. والله حزين، والله حزين على فراقك يا اخوي. والله طب ما تيجي نبيع يا جدعان 15 14 ونص. انت بتبيع ب 14 ونص؟ يلا يا عم ان شاء الله. مع خلي الغلابه ياكلوا يا جدعان، خلي الفقير ياخد ال 14 مليون، خلي الفقير يشتري يا جدعان. انت تعلى عليا يا اسطى. هتيجوا يا جدعان نبيع فرناندو توريس ب 50 مليون ونجيب مكانه مش عارف ايه، والواد العاق يا جدعان عامل 20 مليون. ما تيجوا يلا. ها ايه الدنيا؟ ما تيجوا يلا نعمل ندوس. طب يلا والله العظيم ندوس. لا بس استنوا، مش معايا نقط نقل رانكات، ولا معايا اللاعب كمان اللي انا اجيبه كمان سي ام. فتعالوا يا جدعان اول حاجه هنعملها المركز سي ام. عايزين نختار مركز سي ام كده، هنشوف اللعيبه مع بعض وانتوا تقترحوا لي في الكومنتات نجيب مين. تمام، احنا نقعد ننزل كده، نقعد ننزل. احنا عايزين حاجه فيرون. الواد فيرون ده جامد برضو يا جدعان، بس عادي. تشالونجو برضو، الواد ده الواد التركي ده جامد يا جدعان صراحه جامد. في بدري 94، بس انا عايز حاجه 97 يعني 95 مثلا. شيفنشتايجر 94، ياه عامل له اصلا مفضله. ماشي، مفيش غير مين يا جدعان؟ سافيتش، ايه رايكم فيه؟ نجيبه يا جدعان سافيتش ولا لا؟ ميلنر فكك منه، نجيبه يا جدعان. عامل 21 مليون. انا عايز اشوف سرعته قد ايه. ايه ده 84؟ ايه ده التقويس؟ طيب لا التقويس جامد 103. الانهاء 98 تمام. قوه التسديد 105. لا حلو حلو. طوله بقى قد ايه؟ جامد قوي، متر و90 سنتي. ده برضه هنحتاجه في العرضيات يا جدعان، نحتاجه في العرضيات. فده ممكن يكون نص الملعب بتاعنا. خلصانه؟ وانا كده كده هيكون معايا 40 مليون، ممكن اجيب مودريتش اصلا. بس اقترحوا لي برضه هل اجيبه يا جدعان ولا احوش واجيب مودريتش؟ بس انا عايز برضه اوفر في الفلوس علشان اجيب مين؟ علشان اجيب رايت وينج وليفت وينج وكده يا جدعان. خلصانه؟ فده كده يعتبر السي ام خلص معانا. تعال نخش بقى ايه على الليفت وينج والرايت وينج. دكه ودغري يا جدعان مع بعض. ميسي طبعا في ناس كتير بتقول هات ميسي ابو عادل، هات ميسي يا اسطى انا فقير يا اسطى، يا اسطى انا فقير يا اسطى والله العظيم انا مش مش معايا اصلا. يتجاب يا جدعان، هجيبه يا جدعان، جيبه يا فيجو. الواد نمر 96 يا جدعان جامد قوي. والاجمد والاجمد الواد ماني. والله يا جدعان ماني جامد برضو، بس بصراحه عايزين الحق يا جدعان، عايزين الحق. في ناس كتير قوي قالت لي جرب رودريجو. قال له رودريجو هيغير يعني هيغير يعني. انتوا اكيد فهمتوا. اجيبه مكان ايه؟ اجيبه مكان مكان دي ماريا. فانتوا ايه رايكم يا جدعان؟ تقويس 98؟ لا تقويس هو سرعه الرجل تمام، الانهاء 101، قوه التسديد لا ضعيف يا جدعان، ضعيف خالص يا جدعان والله يعني. طب نجيب مين؟ طيب ليفت وينج، احنا دلوقتي الرايت وينج قدامنا. الليفت وينج تعالوا كمان نشوف ده، كمان نشوف ده. ده اسمه في يعني في قول اي حاجه فاهم والزق له. اوه سرعه رد 105، تقويس 105، قوه تسديد 113، انهاء 110. تعالى يا اسطى تعالى قلب اخوك. بكام سعر انهائي؟ كام
26 مليون نجيبه يا جدعان ب 26 مليون. ده يعتبر كده ليفت وينج خلاص، ده الليفت وينج. الرايت وينج يا جدعان بقى ايه يعني، اقترحوا لي كده حاجه حب كده في يعني لله وللوطن يا جدعان. تمام، اقترحوا لي حاجه كده حلوه، رودريجو ولا سيب دي ماريا؟ ف عشان اللي جاي ضرب نار يا جدعان، ونظبط تشكيله ظبطه حلوه مع بعض بكره وهنجربها حوار بقى ورا، عشان احنا خلاص طلعنا بطل فيفا يا جدعان. طلعنا بطل فيفا، انا مش مصدق نفسي والله العظيم، طلعنا بطل فيفا بجد والله العظيم. بيس اوت يا جدعان، بيس اوت. وما تنسوش يا جدعان تقولوا تحت في الكومنتات هنجيب اللعيبه مين عشان نجيبها ان شاء الله الفيديو الجاي. خلصنا، بيس اوت.